بسلم على حضرتك يا استاذ رامي. اهلا وسهلا على فضيله الاستاذ الدكتور رمضان عبد الرازق. الله يبارك في عمرك يا استاذ اشرف. انا زوجتي متوفيه من 5 سنين وشهرين وحوالي 6 ايام. خمس سنين وشهرين وست ايام. انت عدد الايام؟ عدد الايام. وان كنت عايزني اقول لحضرتك عدد الساعات عددها. ماشي. عمر حضرتك كام يا استاذ اشرف؟ 56 سنه يا فندم. وقعدتوا متجوزين قد ايه؟ متجوزين من سنه 89 يا فندم. تمام. وهي احب خلق الله. ما اتجوزتش بعد ما ماتت؟ ما هو عدد الايام والساعات وهيتجوز يا شيخ رمضان. اضحك اضحك انا هضحكك. انا فرحان اصلا. انا هضحكك اكتر والله. ايوه قول لي قول لي. يا احب خلق الله الي او الى قلبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. تمام. هل يجوز للانسان المسلم اللي زي اللي اذا ربنا عز وجل من عليه بفضله ورحمته وادخله الجنه ولاقى زوجته في الجنه، هل يجوز لي ان انا استاذن من الرحمن ان انا مش عايز اتزوج من حور عين ويكتفي بزوجتي، فانا لا اقبل ان يشاركني يا نهار ابيض يا حبيبي حتى الله لو كان في الجنه ليس هناك غيره وليس هناك اي شيء. الله هل يجوز لي ان استاذن الله عز وجل؟ استنى استنى يا استاذ اشرف. طبقا لقول الله عز وجل ولهم فيها ما يشاءون. تمام. فهل يجوز لي ان انا استاذن الله عز وجل ان انا مش عايز اتزوج من الحور العين؟ عملت ايه؟ عملت ايه يا استاذ اشرف عشان تخليك تحبها كده؟ هي ما عملتش حقيقة، كلها كانت كتلة حب. هي كلها كانت، هي بقول لحضرتك هي 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 من افضل خلق الله خلقا وخلقا. اللهم صل على النبي. والله انا لا اجامل ولا اتجنى على الله عز وجل، وربنا عز وجل عارف ما احمل الى هذه السيده من خير. تمام. وحب. واتمنى من الله عز وجل، لا ازكيها على الله عز وجل واحسبها على خير. هي كانت اصيبت بكانسر وجهدت لمده 7 سنين ثم توفاها الله. فانا يعني لا ازكيها على الله عز وجل واحسبها من اهل الجنه، ولا اريد من الله عز وجل الا ان اقابلها في الجنه. وان كان رزقي في الارض هو زواجي من هذه السيده ال 24 قيراط فانا راضي. وعيط. هذا صحيح والله. والله العظيم لا تتخيل مدى سعادتي اصلا بحضرتك.